تصدرت خطوبة الفنانة التركية ديميت أوزديمير من حبيبها المغني أوزهان كوتش مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة تجمعهما، وانتشرت فيديوهات وثقت هذا الحدث الجميل، وظهرت نجمة الطائر المبكر وهي ترقص بسعادة مع خطيبها المغني التركي ومع صديقاتها في أكثر من مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت صحف تركية ذكرت أن ديميت لطالما رفضت فكرة الزواج، على عكس المغني التركي الذي كان دائما يتحدث أمام الصحافة عن رغبته في الاستقرار والزواج من ديميت، وهذا الأمر كان سبب انفصال الثنائي لفترة من الزمن قبل أن يطلب أوزهان يدها في شهر شباط الماضي، ونشرا صورتهما معا على إنستغرام وصرحا للصحافة عن رغبتهما في الزواج.